أهلا يا حلوين، يسعد مساكم، مساءكم ورد وعافية. أرجع لهداياكم الجميلة، واصلني هذا البوكيه الورد الجميل من أم فهد. طبعا أنا ما أعرف أقول عمتي، كل أقول خالتي. شكرا خالتي حبيبي، كاتبة إلى حفيداتي الجميلات ناي ووتر، الله يبارك بيك ويحفظك يا رب. دازت ناي صورة الحلوة، وهذا القلا، هذا الكوب. أوي كلبي آني، وهاي هاي السبحة الحلوة عليها وتر وناي. شوفوا ناي تبكي، عرفت من ببيتها. ثانك يو حبيبتي خالة، وإن شاء الله بعد المسافة ما راح يكون عائق بيننا، نلتقي بإذن الله قريبا. شكرا ناي، تعي سوي بوسة البيبي. نا نا نا. شكرا حبيبي خالة. وبوكيه ورد جميل أيضا من مكتب الزئبق العلمي، تحياتي لكم، شكرا جزيلا. طبعا أغلب التجهيزات بعد الولادة تكون من عندهم. ثانك يو على هذا الورد الحلو. هذا أيضا بوكيه ورد جميل واصلني من شركة أضواء الأنيق، ليحفظات البيبي، تحياتي لكم، شكرا جزيلا. وهاي بنوتة عراقية دائما تفاجئني طبعا بالورد والهدايا اللي تدزهم والرسمات الحلوة والصور اللي توثق لياهم. شكرا جزيلا إليك، أكيد ما توقعت يعني ما راح يكون أكو هدية من عندك، متوقعة 100%، لأن أنت معدلة ونادرة. هذا الكارت مالها راح خليكم إياه، خذوا له سكرين، خاف عندكم هدايا مناسبة شغلات، فوتوا عليها راح تجهزكم بهواي شغلات حلوة. تسلمين حبيبي.